هذه يعني سورة أخوانا يونس، أقرأ آخر آيات من يونس، كبر الله، آخر ثلاث آيات عبرة للناس دائما يا أخوانا. أول آيات السورة تكون أصلها ومرادها، وآخرها تذكير ما أراد الله. الآن أقرأ أول يونس وآخر يونس حتى تعلم. أول يونس ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. شوف الصدق، قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. اتفقنا؟ سمعت كيف بدأت؟ على رأسها يدبر الأمر. ختم يونس قال قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم قد سمعتم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. اسمع آخر آية، لأن يونس لم يصبر صح، وهذه سورة يونس، وكان على يونس أن يصبر. وقال الله في القلم للنبي واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. آخر آية في سورة يونس واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر. سيقول العامة إلى متى؟ فقال الله حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. انتهت سورة يونس، ولا يزول العرش ولا الرب الذي على العرش، وتزول السماوات ولا يزول حرف من هذا القرآن، وتزول آراء العلماء وبياناتهم ولا يزول حرف من هذا القرآن. واتبع ما يوحى إليك واصبر. سيقول الناس إلى متى نصبر؟ قال حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.